وللمزيد عن تطورات الأسواق العالمية معنا مباشرة من أبو ظبي كبير استراتيجية الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري. أهلا بك نور الدين. نور الدين، بيانات صينية السلبية ربما تدعو لتدابير تحفيزية صينية مرتقبة، ما رأيك؟ نعم، بالفعل شاهدنا هذه التدابير قبل يوم واحد فقط من أن يتم الإعلان عن الأرقام التي شاهدناها خلال فترة التداولات الآسيوية، من خلال أن البنك المركزي أو البنك الشعبي الصيني قام بتخفيض نسبة أو ما تسمى بنسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية بواقع 50 نقطة أساس إلى 17%. هذا الإجراء يفرج عن أموال كثيرة بالنسبة لهذه البنوك والتي من المفترض أن يتم استخدامها مرة أخرى للإقراض، سواء الشركات الصغيرة أو الشركات الكبيرة، مرة أخرى كنوع من على الأقل الأدوات التي أو الأدوات المتاحة للبنك المركزي بأن يقوم مرة أخرى بدعم الاقتصاد المتراجع، أو من الممكن أن نقول مرة أخرى هو تباطؤ بعد نمو دام أكثر من 10 سنوات. نعم نور الدين، نتحدث عن أسواق الأسهم اليوم، رأينا هناك تراجعات في الأسواق الأمريكية لكن هناك ارتفاعات في الأسواق الأوروبية، ما السبب برأيك؟ صحيح، نعم هناك شقين، الشق الأول أو الشق الأوروبي والآسيوي بشكل خاص، شهدنا مرة أخرى أرقام تضخم في المملكة أو في عفوا في الاتحاد الأوروبي تعود مرة أخرى وتنخفض بأكبر وتيرة منذ عام أو منذ بدايات فبراير من العام الماضي. هذا الشيء أعطى وعزز توقعات الأسواق بأن نشهد بالفعل تحركات من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مارس الجاري، سواء من تخفيض أسعار الفائدة على الودائع مرة أخرى إلى حوالي 10 نقاط أساس أو 15 نقطة أساس أيضا وارد، بالإضافة إلى إضافة المزيد من التيسير الكمي. هذا الشيء أدى إلى دعم الأسواق الأوروبية والضغط على اليورو. في الولايات المتحدة الأمريكية القصة مختلفة، شهدنا أرقام إيجابية بالنسبة يوم الجمعة وخصوصا مؤشرات التضخم، وهي التي أعطت للأسواق نوعا ما إشارة بأن الفيدرالي كان محق في رفع أسعار الفائدة في ديسمبر من العام الماضي، وهذا الشيء الذي أيضا بعد هذه أرقام التضخم التي خرجت يوم الجمعة تعطي إشارة مرة أخرى للأسواق أن هناك احتمالية أكبر الآن بأن نشهد رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. بناء على ذلك شاهدنا أيضا مرة أخرى الذهاب نحو الملاذات الآمنة والابتعاد عن الأسواق الأمريكية. نعم، بالنسبة للملاذات الآمنة نور الدين، الذهب نلاحظ الذهب على ارتفاعات لكنه اليوم يعود يتراجع قليلا، يستقر عند هذه المستويات 1220، لا نراه يرتفع أكثر، لماذا نور الدين؟ نعم، هناك ايضا شقين، من الناحيه التقنيه اولا لدينا نوع من الاستقرار فوق متوسط 100 اسبوع وهو متوسط عند مستويات ال 1200 دولار، على المستوى التاريخي لهذا المتوسط هو دائما ما يكون نوعا ما داعما للذهب، ايضا هناك مستويات مقاومه على المستوى الاسبوعي والشهري عند مستويات ال 1245 و 1252، حتى ذلك الحين وحتى الان لم نشهد اي اختراق لا فوق هذه المستويات ولا ما دونها، لذلك من الممكن ان نبقى في نفس النطاق الضيق حتى نشهد فعل إما اختراق فوق مستويات 1250 قد يفتح المجال إلى 1262 أو أن نعود مرة أخرى إلى مستويات 1200. حتى ذلك الحين الشيء الذي سيحدد ذلك بالتأكيد مرة أخرى هي الحوافز الاقتصادية التي تأتي من جديد خلال الفترة الماضية التي شهدناها، سواء من كانت من الصين أو من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة. نعم نور الدين، كذلك نتحدث عن أسعار الفائدة، رأينا اليوم قرار البنك المركزي الأسترالي بإبقاء سعر الفائدة على ما هو عليه، ماذا يعني ذلك للدولار الأسترالي والأسواق كذلك؟ نعم، خلال الستة أشهر الماضية أستراليا على عكس ما كانت بعض الدول الأخرى أظهرت أرقام اقتصادية مهمة جدا وأرقام اقتصادية إيجابية، خصوصا فيما يسمى بالكابكس أو بإنفاق رؤوس الأموال على الاقتصاد التي ارتفعت بأكبر وتيرة لها منذ تقريبا عام. هذا الشيء الذي مرة أخرى أبقى للبنك المركزي على معدلات الفائدة عند 2%، لكنه أيضا أعطانا بالانسد ستيتمنت أو بمعنى نوع من البيان المتوازن بأنه ذكر أنه يتوقع أن يستمر الاقتصاد بالنمو بشكل معتدل، لكن بنفس الوقت انخفاض معدلات التضخم قد تؤدي بالبنك المركزي بأن يقوم بمزيد من الإجراءات. لهذا شهدنا مرة أخرى نوع من القوة في الدولار الأسترالي في بداية الجلسة، لكن مرة أخرى نعود مرة أخرى والآن نشهد نوع من الانخفاض، لكن هذا الشيء كما هي باقي البنوك المركزية حاليا خصوصا بين أستراليا ونيوزيلندا. نعم، هي تنتظر ما الذي سيحصل خصوصا في الأسواق الناشئة أو من الصين بالتحديد. نعم، إذا كنت معنا كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري من أبو ظبي، شكرا جزيلا لك. إذن هذه كانت آخر أخبار المال والأعمال لهذه الساعة، أما الآن عودة إلى ريتا.